يعني ملائكة يتعاقبون فينا، يوكل صدار بملائكة نوس ذي نظنس جير حفظنا نظ حتى نخانغ تحسن خانغ، يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله كما في قراءة أخرى. لذلك قال ابن كثير رحمه الله: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات. يقول مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك بالدين دور غذفة إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه إلا من يقدر ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول عبد الله بن عباس في قوله تعالى يحفظونه من أمر الله: قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. حفظنا نغزي مرة من وخان غي قداسي ضربي مرة من وي قداسي ضربي غير قفتا رانت خان حفظنا ميد غياس من قداسي ضربي حتى الملائكة وزمانة سبدن تعالى ذي سبدو وضبيبنا ذي سبدو قزان نغضو نتقن الرقية نغضو شحد النظنية ملائكة وزمانة سبدن من قدار ربي سبحانه وتعالى. لذلك جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يصلي فقال له: احترس قد حذار غشك قد إني شنيوذان، فإن ناسا من مراد يريدون قتلك شنيوذان خسنا شنغن. فقال علي رضي الله عنه: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصين. الأجل كفصن ربي سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحباب لنعلم أنه مريق الدار ربي سبحانه وتعالى شن يجن إرقفيت شن الوباء شن البلاء شن المرض زي هذه الأمراض يخسى ذي السن على أنه قصد ربي قدار يخسيتها يخسى عن غير الزور قور ما مشتي الزور النبي صلى الله عليه وسلم ذكور عبد الله بن عباس إنما إذا سن كما عند الترمذي بسند صحيح: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ياك يا رسول الله كل شيء قضى كل شيء سالة كل شيء فضى وضيتك شني الجن إلا من خفي قدى سيدة ربي وضيتي وشني الجن سن حاجتي إلا مريق داري تخفي سيدة ربي هنيغ أمو يجوم سلم ويتعيش بوذي الرعب ويتعيش بوذي الهم ويتعيش بوذي الوسواس أرضي وذي سدوان الأعصاب الدوان يني ويجين بوم ليح. لا أيها الأحباب على المسلم أن يحتاط نعم ولكن أن يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل، من باب الأخذ بالأسباب قد دواث قد الوقايات قد باكونات قدين قدين ونغفر شاع وذخ الدعاء ونغفر شاخ الأذكار ونغفر شاخ الحسن الحصين الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قنش نسقاق بذي هو رمار أنت تهوه سيدة ربي كشين تقيه إلا الأذكار زيدان غيوما سيدة ربي إيش المجموع إيش العداد الأذكار أذكار الصباح والمساء عمان ميم ابن ذي موكيس انتي تقل مجهودة انتي قا ميم ابن ذي مخميني غي الزجر في جانا ذيك وحق ذي الدانسة ذيك قيمة ذيك أذكار الصباح مي غي الزجر عاسا ذيك قيمة ذيك أذكار المساء أقايف ذي تطبيقات ذي تليفونة ثم مارقة انتي ذي كتاب النهي مزيانين ميم الإنسان قابل ذي مارخو ميم شين دي مارخة غير الدرجة مين غان دي غان ننفع إنا نخشنا نخل النبي صلى الله عليه وسلم وغاس انتنك لماذا؟ ألم يقل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ثلاث يوم غصبح ثلاث يوم غمدي إن تغصبح إن النبي صلى الله عليه وسلم وثير وسنان فجأة أرثم الديث إن تغمدي وثير قفو سنان فجأة أرص الصبح يجنز الروات الحديثة ونيتا يرقفيت الشلل أصابه الفالج يزد غاسي جنز قني خسي سرين الحديثة في قيم خزادة يس الناس ما لك تنظر إلي مش يغين تخزاد دي تسمث قضية مش تمسا يرقفي الشلل شكت تقذ الأذكار خسدت كتبذ النبي خسدة تعرض ور النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما كذبت على عثمان لأن الحديث يروى عثمان بن عفان يروى خسوانيتا ومقان أبان بن عثمان فوالله ما كذبت على عثمان ووالله ما كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها ليمضي ما قدره الله عليه. إن سقى نهاني ذي ذيرق في الشلال ونتا نهاني تغخيق كبرياء تغوني الذكر ونتا لكجن الرواية ستوية سيدار بيبش هذي عدو أذي يوقع من خفي قدر ربي سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكلام كثير والوقت قصير، ولعل قد أثقلت عليكم فأستسمحكم عذرا، ولكن الرسالة التي أريد أن أوصلها لنفسي أولا ثم لكم أن الإنسان أذي يعيش بطمأنينة بسلام، أذي سني لكل شيء مقدر من عند الله، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أذي قلحتية النص، أذي قتمسري النص، ذي إنشان أذي قدوة، ولكن ويتعيش بوضع الرعب ثم ويزار الرعب ورخبة ويجن دينه ويزارع بومين حشت وزيد جيبه متأكد. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا، واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.